كنت حضرتك مرشح، بتقول السؤال بقى عشان هو الاستاذ كنت مش عارف. مرشح بقوه علشان تلعب في الاهلي بطلب من مانويل جوزيه. احكي لنا الكواليس وايه اللي حصل. عايز اقول لك ان مستر مانويل ده من الناس اللي انا بعشقها. مستر مانويل ده دايما لما بيشوفني بيقول لي انت لعيب من اللعيبه اللي ما حصلتش، وكنت اتمنى دايما تبقى موجود معايا. حتى الكلام ده لما اتقابلنا بعد فتره وانا مدرب حتى، يعني كان يقعد يقول، حتى كنت في يوم اتقابلنا في احد الفنادق وانا مع كابتن ايمن طاهر وحازم امام لاعب نادي الزمالك، مش حازم امام الكبير، حازم امام اللاعب نادي الزمالك، قال لهم ده من احسن المهاجمين اللي شفتها في حياتي. الله. فلما كان ماسك مدير فني النادي الاهلي كان حابب وجودي في النادي الاهلي، ووصلت المفاوضات لمرحله كبيره جدا كنت موجود جدا. فين دلوقتي؟ كنت موجود في حرس الحدود، واداره نادي حرس الحدود فضلت ان انا اكمل معاه. عظيم.